سقط شهداء وجرحى من المدنيين اليوم الاثنين جراء غارات لطيران النظام استهدفت مناطق في مدينة إدلب وريفها، حيث تركزت الغارات على دوار المحراب في المدينة، إضافة لمعرة النعمان وبلدة حفسرجي ومناطق عدة في المحافظة. الحرب باستهداف سوق الهان وتجمع على دوار المحراب استهداف المدنيين. الحمد لله. نتائج الضرب؟ نتائج الإصابات في حوالي 4 شهداء. وينضم إلينا عبر سكايب من إدلب مراسلنا محمد دغيم. مرحبا بك محمد، ضعنا في تفاصيل القصف اليوم والنتائج الناجمة عنه على المحافظة. مناطق في محافظة إدلب اليوم للقصف بالطيران الحربي والمروح، تركز هذا القصف على مدينة إدلب الموقعة على الهدنة، هدنة كفرية والفوعة والزبداني، حيث تعرضت لغارتين جويتين بعدة صواريخ أدت إلى استشهاد رجل وطفل، نعم، وإصابة حوالي 15 شخص. كما تم قصف مدينة معرة النعمان، نتج عن هذا القصف 3 جرحى، وأيضا تم قصف مدينة أريحة وبلدة أورم الجوز وناحية سنجار، حيث أيضا تم استهدافها بالألغام البحرية صباح هذا اليوم عبر الطيران المروحي. الآن ومنذ قليل تم استهداف بلدة حفسرجي بريف إدلب الغربي بالطيران الحربي، نتج عن هذا القصف استشهاد 5 أشخاص حتى الآن، وما زال الدفاع المدني يبحث عن ناجين تحت الأنقاض. طيب محمد، من المعروف أن مدينة إدلب ضمن اتفاق الهدنة، ما الذي تغير؟ نعم، النظام منذ عدة أيام ومنذ بداية الهدنة دعنا نقول يقوم بين الفينة والأخرى بقصف المناطق الخاضعة للهدنة، حيث تتعرض مدينة بنش منذ بداية الهدنة وحتى الآن إلى قصف متقطع. يعني البارحة كان هناك قصف على مدينة بنش، وقبل يومين أيضا تم قصف مدينة بنش، واليوم تم قصف مدينة إدلب في خرق صارخ لقوات النظام لهذه الهدنة المزعومة بالنسبة له. يعني تتعرض هذه المناطق الخاضعة للهدنة بين الفينة والأخرى للقصف وخرق من قبل قوات النظام. يرد الثوار على هذا القصف باستهداف بلدة الفوعة بقذائف هاون. نعم، شكرا لك من إدلب مراسلنا محمد الدغيمي.